اختيرة كمقررين السادة محمد الأمين والشامخ وآدم موسى حبيب بن تحمد الرسول الخال، وقد جرت أعمال الدورة على النحو التالي: أولا الافتتاح، تميز حفل الافتتاح الذي انطلق في حدود الساعة 10 من يوم 2 إبريل 2016 بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت قرأوا خلالها الفاتحة على روح الفقيد الوزير محمد الخونة وعلى أرواح جميع المناضلين الذين توفوا خلال الفترة ما بين دورتي المجلس. بعد ذلك تم قراءة مشروع جدول الأعمال الذي تمت المصادقة عليه وتضمن النقاط التالية: تقرير حول النشاطات ما بين الدورتين، عرض حول حملة الانتساب وتجديد الهيئات، تعديلات على بعض مقتضيات النظام الداخلي، نقاط متفرقة، كلمة توجيهية يقدمها رئيس الحزب. في البداية تم الافتتاح من طرف السيد الرئيس سيدي محمد المحم الذي أكد أن هذه الدورة تلتئم طبقا للمادة 20 من النظام الداخلي، وتأتي في ظرف سياسي مميز يتطلب قراءة فاحصة لواقع الحزب واستشرافا لمستقبله. دعا السيد الرئيس إلى الاستفادة من مساهمة الجميع من خلال المشاركة في النقاشات التي حرص على إعطائها الفرصة من خلال تخصيص يوم كامل لهذه الدورة. ثانيا، تقرير حول نشاطات الحزب ما بين الدورتين. بعد الافتتاح قرأ الأمين العام للحزب السيد عمر المعطلة تقريرا بالنيابة عن رئيس الحزب حول الأنشطة ما بين دورتي المجلس الوطني الاستثنائية التي جرت في سبتمبر 2014 والعادية الخامسة، وقد شملت هذه الأنشطة عدة مجالات، من أهمها المجال السياسي، المجال الاجتماعي والثقافي، المجال التنظيمي، وعصرنة وسائل الحزب، مجال الإعلامي والاتصال. وقد ركز العرض على تقديم حصيلة شاملة ومفصلة لأهم النشاطات التي قيم بها ضمن المجالات المذكورة آنفا. ومثل انعقاد هذه الدورة سانحة لنقاش مضامين هذا العرض وتقديم الملاحظات والاقتراحات التي لا شك ستفيد في تنوير المرحلة القادمة وتساعد في إنجاحها. ثالثا، حملة الانتساب وتجديد الهيئات. لقد تناول العرض بشكل مفصل حملة الانتساب، وقد تناول العرض الذي قدمه السيد نائب رئيس الحزب الجاوي السيداتي بشكل مفصل حملة الانتساب وتجديد الهيئات، مذكرا أن الآجال القانونية تم تجاوزها مما يتطلب تحضيرا سريعا ودقيقا في ذات الوقت لهذه العملية المحورية في دور حياة الحزب، مع أخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية بعين الاعتبار، بدءا من وضع خطة مدروسة للقضاء على العوائق والاختلالات الفنية والمؤسسية التي تم تسجيلها خلال عمليات الانتساب الماضية، من تكرار للتسجيل وانتحار للصفات وتشويه للخارطة السكانية وغير ذلك من الاختلالات التي تنتج عنها مضاعفات مضرة بمصداقية الحزب وفاعلية أداء وانسجام هيئاته القاعدية. وتعرض التقرير إلى المراحل الثلاثة التي ستمر بها الحملة: مرحلة التحسيس، مرحلة الانتساب، ومرحلة التنصيب، وهي مراحل منفصلة كل واحدة عن الأخرى، تحكمها نصوص الحزب التنظيمية وأدلته العملية، وتقوم بالإشراف عليها وتنفيذها لجان فنية مزودة بأحدث الأنظمة المعلوماتية البيومترية وبنظام خرائط توبوغرافي لمراكز التصويت وبطاقة انتساب من النوعية الجيدة وغير قابلة للتزوير وقاعدة بيانات شاملة، وعلاوة على اللجان التي تشرف على العملية لجان سياسية مهمتها التعطير، وهي عملية محددة زمانا ومكانا. وكانت آراء السادة أعضاء المجلس الوطني الموقر حول هذا المشروع الطموح مفيدة لإثراء مضامين النصوص والتعرف على وسائل وأهداف هذه العملية واتخاذ أنجع الوسائل التنظيمية لتنفيذها، وقد ذمن المجلس هذه الإجراءات.
رابعاً تعديلات على بعض مقتضيات النظام الداخلي، تقديم مشريات وحملة الانتساب المسمع القيام بها، إجراء بعض التعديلات على بعض مواد النظام الداخلي انسجاماً مع الأهداف المتوخاة من هذه العملية. وقد شملت هذه التعديلات 9 مواد، هي المادة 7، المادة 34، المادة 36، المادة 38، المادة 39، المادة 41، المادة 43، المادة 47، والمادة 53، لتتلائم مع التوجهات الجديدة. وقد تضمنت هذه المواد مراجعة عدد المنتسبين في الوحدة القاعدية، حيث أصبح 50 بدل 80، وتغيرت طريقة انتخاب مكتبها وعدد المناديب التي المناديب لدى مؤتمر الأقسام والاتحاديات والمؤتمر الوطني، ليصبح على التوالي 150، 250 و500. كما شملت تشكيلة مكاتب هذه الهيئات وكذلك مؤتمراتها والمهام الموكلة لمختلف أعضاء هيئاتها. وتطرقت هذه التعديلات إلى إعادة مراجعة العضوية الاستحقاقية للمستشارين البلديين بالفروع والأقسام، وشملت كذلك إمكانية إنشاء أكثر من فرع في بلدية واحدة، مع منع وجود أكثر من قسم في المقاطعة الواحدة. تطرقت كذلك إلى إمكانية استبدال الأمين الاتحادي في حالة شغور أو حدوث إحدى حالات العجز، واعتبرت أن مركز الانتساب لا يمكن أن يضم أكثر من وحدة واحدة غير مكتملة، ولم تكن هناك ضرورة لمراجعة النظام الأساسي بخصوص حملة الانتساب المقبلة. سابعاً، النقاشات. شملت النقاشات كافة النقاط، المدرجة في جدول الأعمال. وقد تناول السادة أعضاء المجلس الموقر هذه النقاط بقدر كبير من الاهتمام، أثر الوثائق ومحصها بشكل دقيق، وقد بلغ عدد المتدخلين 47 متدخلا. وتركزت المداخلات حول النقاط التالية: تثمين ودعم إنجازات السيد الرئيس رئيس الجمهورية على جميع الأصعدة، وشكر الحكومة على الأشواط الكبيرة التي قطعتها في تطبيق برنامج السيد الرئيس ومواكبة الحزب لهذه العملية. شكر وتثمين رئيس الحزب والمكتب التنفيذي على تعدد الأنشطة ونوعيتها، أهمية العروض المقدمة كماً ونوعاً، ونبرة التجديد التي صاحبتها بدافع التغلب على النواقص الملاحظة في المراحل السابقة. ثمن أعضاء المجلس الموقر التحضيرات والآليات المستخدمة في سبيل تحقيق حملة انتساب ناجحة خالية من الثغرات التي سجلت في المرحلة الماضية، الدعوة إلى مزيد من تفعيل الدور القاعدي للحزب. تقدم أعضاء المجلس الموقر كذلك بعدة ملاحظات، كان من بينها انتظام اجتماعات المجلس الوطني، جعل العدد الذي يصعد بموجبه المناديب إلى مؤتمرات الهيئات الاتحادية المؤتمر الوطني يتضاعف تدريجيا، إضافة مسؤول الشؤون الإسلامية وحماية المستهلك إلى كافة الهيئات القاعدية، تخفيف رسم الانتساب حتى يكون في متناول الجميع، استغلال الطاقات الحزبية وتكريس سنة التشاور والاتصال، وضع قيود على المنسحبين من الحزب تجعل عودتهم للحزب لا يمكن أن تتم إلا بعد قضاء فترة محددة، إنشاء هيئة استشارية من ضمنها رؤساء الأحزاب السابقين ونوابهم، الحرص على انسجام جميع مكونات الحزب من هيئات وبرلمان وحكومة إلى غير ذلك، أهمية العلاقات الخارجية للحزب وتثمين ما تم القيام به مؤخرا في هذا المجال، أهمية الحصيلة في مختلف المجالات وخاصة في الجوانب الاجتماعية، تثمين العناية بالمرأة والشباب في كافة المجالات، تصحيح العلاقة الترابطية بين مسؤولي الشباب والنساء في الهيئات القاعدية واللجان الوطنية الموازية، تعميم مسؤول فني مكلف العمليات الانتخابية على مكاتب الهيئات القاعدية،
التأكيد في عملية على عمليات الانتساب، التأكيد في عمليات الانتساب على أخذ جميع المعلومات المتعلقة بالمنتسب، تحيين لائحة المنتسبين في كافة المناسبات، تعميم المساهمات الحزبية لتشمل الهيئات القيادية وأطر الحزب، توصيل الخطاب السياسي إلى القواعد بطريقة مبسطة. خامساً، نقاط متفرقة، ويتم في هذا المحور تناول النقطة التالية: اقتناء مقرات الأقسام والاتحاديات. حول هذه النقطة قدمت السيدة نائبة رئيس الحزب خدية جلو تقريراً يبين حالة تقدم العملية والمراحل التي وصلت إليها، وهي نتائج مشجعة وتم تمثيلها من طرف أعضاء المجلس الموقر، وطالبوا بمواصلتها حتى تكتمل في أسرع وقت ممكن. سادساً، الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس، سيد رئيس الحزب. في بداية كلمته التوجيهية ذكر السيد الرئيس بفعالية الحزب الأمر الذي ساعد على بلورة رؤية جديدة تعتمد إعادة تنظيم العمل الحزبي وفق استراتيجية هيكلة القطاعات حسب مجالات تخصصها وربطها بالحزب بشكل أكثر عملية وأكثر تأسيساً. وبخصوص الحالة السياسية ذكر السيد الرئيس بموقف الحزب الذي ظل حاضراً بقوة في المشهد السياسي الوطني وبجاهزيته لكل ما تتطلبه مخرجات الساحة السياسية، كما واكب العمل الحكومي في تنفيذه لبرامج فخامة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى العمل الإعلامي المتميز الذي قام به الحزب. وذكر السيد الرئيس بقرب انطلاقة حملة الانتساب وتجديد الهيئات مذكرا بأهدافها والمراحل التي ستمر بها، منبها إلى وشك اكتمال الإجراءات الضرورية لانطلاقتها، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من أجل إنجاحها من خلال استراتيجية تعتمد على العدل والإنصاف والمساواة خدمة للمصلحة العامة للحزب وللوطن. ودعا السيد الرئيس الإخوة في المجلس الوطني إلى الدفاع عن برنامج الرئيس الجمهورية وعن الإنجازات واستغلال الوسائط الاجتماعية فيسبوك، تويتر وغيرها في هذا المجال. دعا كذلك إلى الانضباط الحزبي والالتزام بقرارات الحزب، ونوه السيد الرئيس بالانسجام بين العمل الحكومي والفريق البرلماني للحزب، وثمن عمل نساء وشباب الحزب. ذكر السيد الرئيس أن الحزب بصدد إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية سيكون مرجعا لكل الشباب والأطر والمثقفين. ذكر بأهمية اقتناء المقرات ودورهم في استمرارية العمل الحزبي. طالب كذلك السيد الرئيس بالإنجازات وأهميتها طالب كذلك بالدفاع عن الإنجازات وأهميتها، وطالب بجعل الانتماء الحزبي فوق الاعتبارات الأخرى. شكر السيد الرئيس رئيس الجمهورية الذي يرجع إليه الفضل في كل ما نحن فيه، كما شكر كذلك الحكومة والبرلمان وكل المناضلين، وطالب باعتماد التعديلات التي تم اقتراحها على المجلس الموقر. وفي الأخير، عبر المشاركون في هذه الدورة عن دعمهم ومساندتهم اللامشروطة للسيد رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحزب الأخ محمد عبد العزيز على ما حققه ويحققه للبلد من نمو مضطرد ونهضة شاملة وأمن واستقرار، ويتعهدون بالمضي قدما خلفه في مسيرته الوطنية، وأعربوا عن تهنئتهم للمكتب التنفيذي للحزب على أدائه القيم، كما هنأوا الحكومة على عملها المتميز خدمة للمواطن وحسن تنفيذها لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية وتناغمها التام مع الحزب وتوجيهاته. ووجهوا أحر التهاني لفريقنا البرلماني على انسجامه ودوره المميز في التوجيه والتشريع. والله الموفق. واكشوط 2 أبريل 2016.